is for apple. A, a, apple. A, a, apple. B is for book. B, b, book. B, b, book. C is for cat. K, k, cat. K, k, cat. D is for drum. Da, 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 drum. Da, 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 drum. E is for eh. E is for egg. Egg, egg, egg. F is for fish. F, fish. F, fan. F, farm. G is for g. G, g, ground. G, 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 ground. H is for ha. Ha, ha, ha. H is for horse. H is for hen. H is for hat. Ha, ha, ha. I is for e. I is for e. E, e, in. E, e, in. J is for j. J is for j. J, j, jet. J, j, jam. J, j, jar. K is for k. K, k, k. L is for l. L, l, l. L, l, l. L is for lemon. L is for lion. L is for lamb. L, l, l. M is for mmm. M is for mmm. M is for moon. M, m, moon. M, m, mom. M, m, moon. N is for n. N, n, nose. N, n, nurse. N, n, n. N makes a sound. N, n, n. O makes a sound. O, o, o. O is for orange. O is for onion. O, o, o. O, o, o. P is for pa. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Pa is for pencil. Pa, pa, pa. Pa is for please. Pa is for piano. Pa, pa, pa. Q is for qua. Qua, qua, quarter. Qua, qua, quarter. R is for rrr. R is for rabbit. R is for run. Rrr, rrr, rrr. R is for run. R, r, r. S is for snake. S, s, snake. S, s, sun. S makes a sound. S, s, s. G makes a sound. T, t, t. T is for tree. T, t, tree. T, t, t. T, t, t. U is for ah. Ah, ah, ah. U is for umbrella. U is for up. Ah, ah, ah. V is for vest, vest, vest. V, v, v. Vest, van, vest. W is for wa, 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 what, wa, wa, where, wa, wa, when. X for is for kiss. X, x, extra. X, x, excellent. X, x, k, s. K plus s makes the sound. Y is for yo-yo. War is for yo-yo. Y is for yogurt. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. The last letter, Z is for z. Z is for zoo. Z is for zebra. Z, z, z. Z makes the sound. Z, z, z. Sound of the letter. With the seal. Cool, of course, Kamil. I'll connect crazy English. Thanks. Goodbye. Hello and how are you today? النهاردة هنبدأ مع بعض المستوى الثالث في كتب Crazy English، وهي ان احنا هناخد حرف حرف ونقول كل قواعده عشان اللخبطة بقى واللف الكتير اللي احنا بنقعد ندور عليه ده، وناخد كل قاعدة لما تقابلنا. النهاردة هنبدأ بsound of the letter A. A makes a sound، كلنا عارفين في أصوات الحروف في أول فيديو، اللي ما شافهاش يدخل على قناة Crazy English. A. A makes a sound. A. A makes a sound. A. Like said. Man, fat, cab, cat, car. Okay. خدتوا بالكو كلمة car وانا بنطقها في الاخر قلتها cat. No, no, no. وهو ده اول قاعدة هنبدأ بيها النهاردة.
ان حرف الاي بتنطق مفخمه. ايوه كده تخينه شويه كلبوزه صغنطوطي. معلش احنا بنتكلم كده عشان احنا بنكلم الاطفال اللي نفسنا يتعلموا قرايه الانجليش والكبار اللي ضعاف في اللغه. طبعا حرف الاي اول قاعده هنتكلم فيها النهارده، احنا خلاص عارفين الصوت الاساسي فمش هنعتبره قاعده، ان حرف الاي بينطق مفخم قلبوزي شويه لما يجي بعديه حرف الار. بعد الاي لما بيجي ار فبيتنطق مفخم. يلا جرب كده. فيري جود، جت معاكي المره دي. يلا بينا نجرب الكلمات دي كده وشوف نفسك بعد ما انت هتنطقها الاول تفتح الفيديو بتاعي شوف انت نطقتها صح ولا غلط. يلا بينا. كار كار مش كير. فيري جود، لو نطقتها كده ادي نفسك ستار. بارك بارك. جار جار. فارم فارم. دارك دارك. يبقى حرف الاي لو بعديه حرف الار انطقه مفخم، حرف الاي لو جه بعديه حرف الار انطقه مفخم. يعني لو عايزين نقولها after a after a حرف الار بعد الاي حرف الار انا بنطقه مفخم. الكورس كامل على قناة كريزي انجلش، كورس الصوتيات وتعليم النطق، مش بس كده كل القواعد دي في كتب كريزي انجلش. واسيب لكم الواتساب، ارفع السيف الحاجز، لايك وشير. ثانكس واتش، جود باي. هلو هلو and how are you today. لو عندك مشكلة في نطق اللونج فاول، مش عارف ايه هي الكلمة، ازاي بتتنطق لونج وازاي بتتنطق شورت، مش بس كده انت تعبت من كتر ما كل حرف عمال تحفظ قواعد اللونج بتاعته وتشوف ايه اللي جه وراه وايه اللي لسه ما جاش علشان خاطر تتنطق شورت ولا لونج. كل ده خلصتهولنا خلاص على قناة كريزي انجلش، ادخل شوف الفيديو كامل وكمان الشرح مفصل في كتب كريزي انجلش، واسيب لكم واتس الحجز. تو لونج اسم ايه ده مش سمر؟ تو لونج اسم تو لونج اسم تو لونج اسم. اسمع معايا الشفره دي كويس قوي عشان هتعرف ليها تحتاج لها وهتساعدك كتير جدا انك تقرا اي كلمه لونج تعرفها من اول لحظه وتقراها في اول دقيقه. يعني النهارده مثلا عندنا كلمه زي دي كلمه لونج. انا عرفت ازاي فيها تو؟ عرفتوا ايه تفسير كلمه تو؟ فحددت نوعها ان هي لونج. حلو جدا، وهنطق الحرف الاولاني باسمه، ومن هنا عرفنا ايه الشفره اللي ميس سمر بتقولها دي، تو لونج اسم. يعني هنا مثلا عندي اتنين متحركين فخلاص كده نوع الكلمه لونج، وهنطق الاولاني باسمه. حضرتك اسمك ايه وهتنطق برضو ايه، تبقى السيم مش سام. الله الله الله. طب يلا بينا، عندي هنا برضو حرفين متحركين الدبل اي، يبقى نوع الكلمة ايه؟ تو لونج اسم، يبقى نوعها لونج وهنطق الاولاني باسمه. اسمك ايه؟ اسمي اي، بتكتب اي، يبقى هتتنطق زي ما بتتكتب اي سيد. الله 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 على الجمال. انا كمان جايبه لكم ايه الخمس حروف المتحركين عشان ابقى نطقت لكم كل الانواع، والفيديو كامل على قناه كريزي انجلش. تمام، هنا مثلا عندي اتنين متحركين ادي الاي وادي الاي، يبقى نوع الكلمه ايه؟ تو متحركين، يبقى نوع الكلمه لونج وبنطق الاولاني باسمه. اسمك ايه؟ اسمي اي وبتكتب اي، يبقى هتنطق كمان اي، تبقى ساي سايد سايد. الله الله الله، ده فعلا طلعت سهله قوي. طب يلا استنى كمان لسه هنشوف الاو. هنا عندي كام فاول او كام متحرك؟ تو، يبقى ايه؟ يلا 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 قولوها معايا، تو لونج اسم. برافو، يبقى نوع الكلمه لونج وبنطق الاولاني باسمه. يبقى ذيس از صاد صاد. في ملحوظه هنا هعرفها لكم على القناه بخصوص الدبل او، ان هي بتتنطق زي الشورت فاول بالظبط، صاد صاد، وهتعرفوا ايه بعدين. فانا هنا هخليها لكم عشان نتفادى الملحوظه دي، هخليها لكم بالايه عشان تبقى صود لحد ما تدرسي كل القواعد الصوتيات في الكتاب. صود. يلا بينا ندخل على الحرف الفاول الاخير اللي هو حرف اليو. عندنا كم متحرك؟ ادي اليو وادي الاي، يبقى ايه القاعده؟ ايه القاعده؟ برافو برافو برافو، تو لونج اسم. عندنا اتنين متحركين، يبقى نوع الكلمه لونج وبنطق الاولاني باسمه. اسمك ايه؟ اسمي يو، وبتتكتب ايه؟ بتكتب برضو يو، يبقى كمان هتتنطق يو. يبقى الطالب ما يقولش صوتها اللي هو ده خلاص، لا ده هينطقها يو زي ما بيكتبها يو، يبقى ميوت. شفت قريت ازاي معايا؟ ميوت ميوت، مش مط
زي الكلمات الشورت. ولازم تدخلوا على قناة كريزي انجلش وتشوفوا الفيديو الجامد قوي ده في ازاي تعرف في دقيقة الفرق ما بين الكلمة الشورت وكمان الكلمة اللونج، وتقرا اي كلمة لونج في الدنيا وخلاص. وداعا لحفظ القواعد الكتيرة اللي موجودة على كل حرف. قناة كريزي انجلش والكتب اللي فيها كل القواعد دي كتب كريزي انجلش للصوتيات والتأسيس، وعاملة لكم خصم حلو قوي 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 على الكتابين سواء كورسات او تأسيس شامل. ويلا ندخل نشوف الفيديو على قناة كريزي انجلش. Thanks so much. Goodbye.